العطاء سمة في جوهرها لا تكون إلا في النزر القليل من نفوس البشر، وحب العطاء ميزة اختص الله بها القليل القليل من الناس. قد تجد المنفق الجواد وتجد الكريم المعطاء، وما أندر أن تلتقي بالذي يهتز للندى ويغبط عند العطاء. تلك أنفس تضن بها أرحام النساء. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. أرى بعين ثاقبة ضروب العطاء والكرم، أرى كرما محمولا على خوف مذمة الناس، وأرى كرما محمولا على طلب السيادة والسؤدة، ولكنني في الواقع لا أرى إلا الكرم المحمول على نية خالصة لله، يجد فيها المعطي حلاوة الإحسان أحلى من الضرب. نحن أمة جبلت على الكرم والجود منذ أن كنا. ترى الرجل يجود بقوت عياله ليقري ضيوفه عن طيب نفس، وما أكثر ما حملت بطون الكتب من قصص يحتار العقل فيها، فكم من حاتم في تاريخنا. وأتى الإسلام برسالته السامية وهذب أخلاق الجاهلية، وحثنا على الكرم وإطعام المساكين، وأخذ من مال المكثر وأعطى الفقير المقتر، وقد قرن الإيمان بالله والرسول بالإنفاق في سبيل الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ابحث في نفسك عن حلاوة العطاء، عود نفسك عليه، لا تبخل بمالك عن نفسك، فبالعطاء لذة متى ذقتها أدمنتها، ومتى بلغتها فقد أصبحت مالك مالك، لأن البخيل يملكه ماله، أما الجواد فهو يملك ماله ويملك نفسه أيضا. كن كريما يهتز عند العطاء كاهتزاز السيوف عند اللقاء، يضرب الشح في الجنان فيشفي كل داء بنفسه بالدواء. والكريم الجواد من يملك المال فيعطي الفقير قبل الرجاء، والبخيل البخيل يملكه المال فيحيا في الرق كالبؤساء.